التلوث في بلادنا وصل لمرحلة خطيرة، وأكثرية المجتمع مازال ماهوش واعي أهمية المحافظة على بيئته. الحل ماهوش صعيب، أما زادا ماهوش سهل، وبمجهودات كل واحد فينا نجمو نحسنوا بلادنا الكلنا مع بعضنا. تونس تتمتع بموارد وفيرة اللي نجمو نحولوها لبرشا مواد طبيعية قابلة للاستهلاك. لسيغيال من أحسن الموارد اللي توفر هنا أراضينا واللي تستخلص منها باتشا ماما لباي متاحة اللي مصنوعين بيد المرأة التونسية. منتوج 100% طبيعي، بيوديغرادابل، إيكولوجيك، يعاوننا باش نقصوا من البلاستيك ونجمو نستعملوه حتى 3 مرات. لباي باتشا ماما متوفرين ان 2 فورما، كبير وصغير، ويناسبوا لي بواسون شوب اي فخواد. شقاولكم كان كل واحد فينا يبدل بحاجات صغيرة الكمبورتمون متاعو باش نحسنوا لكلنا مع بعضنا مستقبلنا ومستقبل صغارنا. ملفاش نستناو، ادخل على الباج فيسبوك وانستغرام تاع باتشا ماما ولا عادي كومنت ديريكتومون على 23 744 188. على خاطر باش نحسنوا بلادنا لازم نبدلوا عاداتنا.